جئت إلى الجزائر لعلاج ابنتي. يزيد به واحد من عشرات الموريتانيين في المستشفيات الجزائرية لعلاج أمراض مختلفة أو رفقة مرضى، في تطور متنامي للعلاقة بين موريتانيا والجزائر فيما بات يعرف بالسياحة الصحية. فإلى هذا المستشفى تم رفع صغيرة يزيد به المحمود البشير لتعميق الفحوصات الطبية التي يتعذر إجراؤها في المخابر الموريتانية ولمواصلة العلاج ضمن اتفاق بين المستشفى وصندوق الضمان الصحي الموريتاني. أرسلني الأطباء إلى هذا المستشفى، وتم استقبالنا منذ اللحظة الأولى في المطار، وجئ بنا إلى المستشفى، ومباشرة بعد مجيئنا باشرنا في الفحوص، أجريت لها فحوص، ونحن ما زلنا في طور الفحوص مستمرون. تطور في مجال التعاون الصحي. تعمل رابطة الأخوة الموريتانية الجزائرية التي تضم أطباء موريتانيين وجزائريين وطواقم من الكادر شبه الطبي على تعزيزه بالمستقبل، عبر فتح باب الرفع أمام المرضى الموريتانيين إلى المستشفيات الجزائرية التي تصفها الرابطة بالأولى في المنطقة الإفريقية. الحمد لله المرضى الموريتانيين يتعالجوا اليوم في الجزائر كأنهم يتعالجوا في بيوتهم في وطنهم الثاني، ما يحسوا بأي تمييز، ما يحسوا بأي تفرقة، ما يحسوا بأي شيء، بل العكس، جميع الخدمات الموجودة على المستوى الطبي وعلى المستوى الاجتماعي، الطاقم يعني الموجود في هذا المستشفى يعني يراقب ويواكب المرضى الموريتانيين من المطار وحتى المطار، يعني من اللحظة اللي يجي فيها المريض اللي تتقدمه الجزائر نقله إلى المستشفى، تقديم جميع الخدمات الصحية بطريقة يعني نوعية كيفية ونوعية حتى يردوا للمطار. في الجانب الآخر يسجل الجزائريون ارتفاعا في عدد الموريتانيين بمستشفيات البلاد، حيث أكد المدير العام لمستشفى الشهداء محمودي في تصريح للمرابطون استقبال المستشفى لعدد من المرضى. كما تعلمون برمنا اتفاقية مع صندوق الضمان الاجتماعي الموريتاني منذ 3 سنوات، ومن ذلك اليوم توفدوا مرضى كثير من موريتانيا في جميع الاختصاصات الأشعة ونطمو السرطان الكونسير، واليوم عندنا نوكازيون باش نوظفوا 10 أطباء من موريتانيا، من أكثرهم من اختصاص القلب، مرض القلب، وكان منهم أطباء في سرطان وأطباء في جراحة القلب. وعرفت العلاقات الموريتانية الجزائرية خلال الآونة الأخيرة تطورا مستمرا في مجالات مختلفة، حيث تستقبل الجامعات الجزائرية عددا من الطلاب الموريتانيين، كما فتح قبل أشهر المعبر الحدودي بين البلدين لتسهيل عمليات التبادل، إضافة إلى استيراد الجزائر قبل أيام لكميات من الأسماك الموريتانية عبر هذا المنفذ البحري الذي يربط بين نواكشوط والجزائر.